حكام الكويت هل هم ولاة أمر وتجب طاعتهم في المعروف، مع العلم أنهم لا يحكمون الشريعة؟ نعم، هم ولاة أمر، هم أتباع ملاكهم في مصر وفي الكويت وفي الأردن وفي سوريا، ولاة أمر يجب أن يطاعوا في المعروف كما قال في من الطاعة في المعروف. هل يجب أن يطاعوا في المعروف ولا يطاع في المعصية؟ لا هم ولا غيرهم. إذا قالوا اشربوا الخمر لا يطاعون، إذا قالوا كلوا الربا لا يطاعون، إذا قالوا سلوا لا يطاعون. أما إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أو أمروا بشيء على المسلمين ولا يخالف الشرع تجب طاعتهم، أو نظم المرور حتى لا يتصادم الناس ويضر الناس بعضهم بعض يطاعون. جزاكم الله خير.